خويا على داك الدري درياف ودرنا شي صلاه وداخل سوق راسو والله عمره دار والجيران كلهم كيشكروه وداك الشيء. مشى لصفرو عند واحد العائله قال غادي مع واحد البنت من عائلتهم شي واحد ديال الطنوبله تبسلو عليها هضر معاهم خلاو تغفلو هما يضربوه جروه بقاو جارينو تقتلوا الدوم الامانه حسبي الله ونعم الوكيل على قبل البنت لانه هو دافع على البنت فهمتيني. ودوك صحاب صفرو كتعرف شي ماشي بحال البيضاوه انه هو فاش ما رضاوش انه هو يقول لهم علاش ما تهضروش معاه فهمتيني. ومن شي من خلاو تغفلو البنت كحزات عليه هما جرو مسكين وقتلوه جرو شي 400 دوم شاضينو تيقتلو فيه وحسبي الله ونعم الوكيل. حنا كنتسناو فيه دابا يجيبوه مسكين من صفرو لعائلته مو الله يصبرها ويصبر جميع المسلمين. عمر هذا احسن سلوك تيحترم بنات الجيران. انا من راسي جبت تيهضر معايا تيحترمني اختي لبنى اختي لبنى كلشي الناس تيذكروه بالخير الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. صدمنا فيه والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. هي الموت واحد الاسباب متعدده ولكن ما نبغوش هذا السبب. هذا السبب ما تبغيش لخوك ولا لعدوك فهمتيني. الظلم الله دابا يخب في صفرو دابا هي غتشهد دابا راه باقيين التحقيقات غادي يجيبوه دابا علاش تعطلوا خاص التحقيقات مالو علاش راه خاصو دابا مشات مو باي مشاو يجيبوه مع الصباح غادي يجيبوه دابا واحد شويه غادي انتم راه سمعتوا هادشي هذا وراه عرفتوا كيفاش الدري غادي رحله هو والاصدقاء ديالو ولاو في نزاع مع شي دريه بتخالته ولا مع بنت عمو تلوط على شي واحد تبسل على شي واحد تما في صفرو ناض هو ضربته الناس قال لي ولد الناس ما تلوش على الدريه هذه هذيك ما تي صافي ولد الناس حكيتي في حكيتي حكايه ديالك بقيتي شاده في قلبك ضرب واحد 4 كيلومتر اخرى كانوا واقفين عمو في واحد القهوه كيتعشى ضربوا واحد 4 كيلومتر اخرى نزلوا باغي ندخلوا للوطيل ديالهم ملي بغاو يدخلوا للوطيل تصدمات هذيك الطوموبيل با ضربته الشانطي دخلاته مع شي 300 متر ديال البيس بقى صافي داز فوق وبقى الناس هربوا الدراري نادو شي دراري ولا تصفروا تما هما اللي فضحوا القضيه حقا الدري راه ولدنا سميتو اسامه هادي وليد سميتو صافي فضحوا القضيه قالوا مرسيدس حقا قريه هادي تفضحات القضيه الف لا الف 18 تفضحات القضيه الحمد لله. وهاد خونا راه خاصو مشى الاعدام انا راه كون طاح فيه راه نجيكم من الاخر والله تندوز عليه بالله حيت حرمنا من واحد الدري حلوه بزاف اصاحبي حلوه حلوه لواحد الدرجه بزاف ميك مي نفح ما يدوز وحده ساك ما يضارب ما يدير والو هاد الدري الله يرحمه في هاد النار. واش غنقول اخويا الله ياخذ في الحق اللي كان اللي دار لي هادشي الله ياخذ فيه الحق اخويا ديك الدري كيف عاود لكم الدري وسيم حلوه بزاف الله عمرها دارو دري درويش الله عمرها دارو تي احمد راه تسول عليه تسول عليه كل شيء يلا خدم مسكين الدري غادي في رحله استقوى وقع المشكل اخويا مور الاخرين راه قال كانوا شامين وسكرانين هما اللي دخلوا فيه يعني اكسيدو ماشي جاني ما تقتل لا حد دوا معاهم وقال من دوا معاهم ركبوا الاخر في الطوموبيله تمشي قاصدهم عشيرو هرب من حدا ويضرب حمد اش غادي شهر